السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري. الجسد والروح، الإنسان مكون من التوأم، توأم أي مكون من الجسد والروح، فكليهما لا ينفصلان على الإطلاق. طالما الإنسان على قيد الحياة فهو الإنسان مكون من الجسد ومكون من الروح. فالروح كما هو معروف لا يموت، فالروح آتية من السماء ويعود إليه، أما الجسد فهو آتية من الأرض، وبالتالي ينفصلان عند نهاية مصير الإنسان. فالروح ينفصل يصعد ويبقى الجسد فيدفن. فهنا مهم جدا، بحيث أن كل شيء نقوم به من خطوات في حياتنا يجب أن نقنع أنفسنا بأن الجسد والروح يكون متوازيان مع بعضهما البعض. إذا اختلف أحد عن الآخر فهناك تأثير، والتأثير ليس فقط تأثير جانب واحد، فهذا التأثير يؤثر على تأثير جميع جوانب صحة الإنسان، أي الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الروحية والصحة العقلية. فكيف نعطي المثال؟ سمي المثال، أن نأخذ مثال أن الجسد يرغب يعمل شيء لكن الروح لا يقتنع. سمي المثال أن تكون تشتغل ومعك مسؤول يعاملك بأسوأ معاملة، تأخير، يخصم من الراتب وكذا، وبالتالي الروح لا يرتاح، لكن الجسد يجبر الروح بأن يؤدي مهام، وبالتالي ستحصل أخطاء، وهذه الأخطاء ستؤدي إلى تأثير في وظيفتك، وربما حتى طرد من الوظيفة أو خصم من الراتب، وبالتالي فالاثنين يتأثر عنه، أي الجسد راح يتأثر والروح يتأثر، في كلاهما يتأثر. في هذه الحالة يجب أن يكون أنك عندما ليس لديك خيار بالتغيير الوظيفة وهذا هو الخيار الأفضل، عليك أن تكون إيجابيا بأنه خير لك، فأن هناك خير أكثر سيأتي إليك باب آخر. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبون شيء وهو شر لكم. فكيف الإنسان؟ الإنسان لا يستطيع تنبأ بين، يعلم بين، يميز بين الخير أو الشر، قد يراه هو الشر بل بالحقيقة هو خير والعكس. بالتالي في هذه الحالة أنك تقنع نفسك وتتأقلم وتتعايش مع الوضع الذي أنت به حتى تمر بهذا الوضع وتجد فيما بعد أنه كان لصالحك. نأتي بوضع آخر، بحيث أن الجسد لا يرتاح بل الروح يجبر الجسد، يعني أنك كنت تعاشق الطعام معين، طعام مثل دهنية مملوء بالدهون كثير، مثل المشويات والشهادي تحب كثيرا يعني، أو مثل شيء ممكن يضر الجسم جسد، أو مثل التدخين، هناك الروح يحب هذا التدخين، وبالتالي يعني يصبح الروح متحمس متمسك على شيء يحب كثير، ولكن الجسد لا يستطيع يتحمل. وبالتالي هنا طالما أن ما في توازن بين الروح والجسد، وبالتالي مع مرور الزمن الجسد راح يتأثر، وبالتالي التأثير لا يقتصر فقط على التأثير الجسدي أو النفسي بل أيضا العقلي وأيضا الروحي، تأثير بجميع جوانب صحة الإنسان. في هذه الحالة أن على الروح أن يتأقلم، بحيث أن إذا هناك شيء سيتسبب ضرر للجسد أن يتأقلم بعضهم البعض ليعلم أن هذا سيضر، بالتالي أن تفادي من هذا الشيء الذي سيضر. بس هذا هو مختصر بأن الإنسان خلق كتوأم، الجسد والروح لا ينفصلان، كليهما لا ينفصلان إلا بعد نهاية مصير الإنسان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.